سلسل حلوة. طيب عبد الله حبيب، أين يسكن الأشخاص الذين فقدتهم؟ أو أين يسكن الشخص الذي فقدته؟ أين يسكن الشخص الذي فقدته؟ يسكن في بقيع الغرقد، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. ما في حقيقة أغلى من وجود الأب، وما في أصعب من فقدانه. فإذا تذكرت الفقد ما أستطيع أني أتجاوز فقد والدي، أسأل الله عز وجل أن يتغمد بأسر رحمته ونسكن فسيح جناته. قد يمكن عهد على نفسي أني إذا دخلت المدينة أول ما أزور مكان قبر والدي، وبمناسبة عد على الشارع مباشرة، الشارع الفرعي من طريق الملك عبد العزيز بمحاذاة الدائري الأصغر، مباشرة أول ما تجي عند البقيع إذا وقفت على الشارع أستطيع أن أشاهد مكان مكان القبر. الفقد أليم، لكن سبحان الله يعني يمكن القصة اللي صاحبت هذا الفقد شوي كانت ملازمة لي، لا أستطيع أني أنساها، لأني كنت معه في المستشفى في آخر 7 أيام، استأذنت من عملي وذهبت، كان في آخر شعبان. ومناسبة كنت أصور برنامج رمضان في فقرات تسجيلية، توقفت عن التصوير وأخبرت الشباب أنه ما أقدر أجي لأن أطمن على الوالد، سوى كذا عملية، وفي آخر 4 ليال يعني بقينا من شعبان كان وضعه شوي ما هو مستقر، فسوى عملية ثم الحمد لله تماثل للشفاء. في ذاك الوقت تكلمت معاه وقال أنت ليش هنا موجود؟ أنا عارف أنتوا حقين الإعلام موسمكم في رمضان، روح يا ولدي روح الرياض أمورك طيبة إن شاء الله. فسبحان الله تعب بعدها فما قدرت أروح. ثاني يوم جينا نزوره فإذا به غير الشخص اللي كان أمس تماما، والطبيب اللي كان موجود يقول لا الحمد لله أمورنا طيبة، قال إحنا نديكم ساعة نشيل الأجهزة عنه بيرجع لحالته الطبيعية أموره طيبة. فجاتني الوالدة قالت لا أبوك أموره طيبة، وأنا أعرف أنه لو كان يقدر يتكلم الحين قال لك روح لا تأخر عن عملك ويكفي، أنت الآن غبت أسبوع. قلت الحمد لله أنا كذا اطمنت أموري طيبة، وخرجت من المدينة قبل المغرب تقريبا، وصلت المجمعة. لما وصلت المجمعة اتصل علي أخوي مباشرة قال وينك؟ فلما قال لي أنت وينك عرفت أنه الوالد توفي. فكان هذا اليوم يعني هو يوم يعني عصيب بالنسبة لي، كل ما أتذكر تفاصيله وكذا. شاهد من الكلام فسألتني عمن أفقد فأين يسكن؟ فيسكن في جنة البقيع. الله يجمعك به في جنات النعيم. ومن هذا المكان يعني أذكر مشاهدين كذلك بالدعاء له بالرحمة وأن يسكن جنات فردوس الأعلى من الجنة. طيب ننتقل مباشرة.